ما زالت المغامرة متواصلة في جزيرة بالي. في هذا الفيديو حبيت نقولكم الأجواء الرمضانية اللي رانا عايشينها هنا في جزيرة بالي بأندونيسيا. ودرنا تحدي أنه نذوق أخطر فاكهة في آسيا، ودرنا تحدي آخر أنه شكون هو الطوب شيف تاع المطبخ. لكن قبل ما نبدو الفيديو ما تنساش تعطينا لايك وسبسكرايب، وإذا وصلتوا هذا الفيديو إلى 20,000 لايك فقط راح نحط له فلوغ الموالي مباشرة. وما تنسوش أيضا تشوفوا فلوغات أميل اللي راح يدير أيضا يوميات على حياتنا هنا في بالي، وتشوفوا الحياة من كاميرته وعدسته. سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. فلوغ اليوم كازعة، اليوم فلوغ مسألة حياة أو موت. الشرف غادي يلعب على الشرف اليوم. أنا يقولوا لي بلي أنا تعبيدات، أنا تعبيدات جو، أنا تعبيدات. هذا وعبك شكون؟ جواد مع زكي. زوج. فري. إذا وصلنا إلى المطبخ، شوفوا هذا المطبخ يخليك تبدع ولا يخليك تبدع. نبدو يعني نطيبوا بعد قليل. السميد هنا السميد غالي بزاف، ها ولا سميد وكشايف باش لقينا. شوف السميد تاعهم والفارينه. المهم راح نروحوا نصلوا الظهر ونعاود نرجعوا لكم. سيداتي اولا سادتي، نلتقي بعد الفاصل ونواصل. سلي، ما تنساش الطقوس تاع اليوتيوب. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، وفعل جد يمات الجرس كما قال لك القبان. ام وليد سلاكه. ام وليد شادي تقول لنا صغير نديرو طرف كامل. ها بصح كون قلتي لنا حنا فات فينا شريناه صغير قطعناه، حنا فات فينا قطعناه. خلطنا كاع هذه للشوربه. وا ماما على ما يفطروش. تخبر الحريره من جهتك انت تعرف ديرها. ها ديري في ولدك كونفيونس، غادي يدير الحريره اليوم. شكون عندك الحريره؟ علاش حريره صعيبه كحاكا؟ ماشي صعيبه، زعما تعرف الخطوات تاعها ولا المقادير نورمال، زدت هكا زعما بهارات زياده ولا؟ لا البهارات ما تجيش، ما تكثرش كيما الحرور ما تكثرش. غادي راني شمشم فيها واحد الريحه ريطت تطلق تاع سكنج فيه ولا شحال كثر. جواد حس غير دير السكر. ممنوع الاستعانة بصديقة من نهضر مع ما هي كتورينا كش طيبو. وانا نعناع والله نعناع. شحال باقي؟ شحال باقي المغرب؟ ها؟ انا كيما هذوك تاع طوب شيف كيف ما يبقى لهمش الوقت بزاف. المغرب ساعة خف خف، حط الفور، شعل الفور، شعل المقلاة، طلع ال هاي هاي كافي. بروشيت دنجال. يخاف من البطاطا. شكري دريس لا اكثر مني، حطها نزا. دهنا هذا البلا تاعنا بالدهان
وجدت لاصوص هنا حريرة طابت صايب باقي الخبز والبطاطا ريطي والدنجير راح يقارع خرجناها من الفور وزدنا لها البيشاميل غادي نعاودو ندخلوها. الحمد لله وجدنا الطابلة وختامها مسك باش بالفلون هذا الفلون. الحمد لله كملنا وياه واحد التعب فرضو درنا حريرة ودنجان وصاحبي قلى البطاطا والخبز عينا بزاف والله والله يعني خرجت بخلاصة انه هذه اول مرة تاعي نطيب يعني نطيب حاجة كيما موالف نطيب نقلي البيض نفيض البيض بس هذه اول مرة نطيب يعني الحريرة ونطيب هاد الصوالح وكاع نطيب شغل اكلة اول مرة ففي رمضان الحمان داخل راه فوالله الاحسن تعاون الامهات وامي خصيصا فوالله ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم هذه الطابله اللي راكم تعمروها والاخر واللي ما لحقش ان شاء الله ربي يخلف لها في شيء اخر وان شاء الله ربي يرزقها فوالله والله احسن تعاون الامهات بارك الله فيكم في هذا الشهر ونوجه لكم تحيه وشكر نعتبركم مجاهدات فبارك الله فيكم والله احسن تعاون الامهات وما تجي نعاون زي طيب تعاون طيب جواد ما راكش في داركم تلحقك النوبه منا على شحال 3 ايام ولا نعاودو نطيبو حنا ثاني تجينو بدنا فيا ان شاء الله برك يكونوا عجبهم الماكله فمازال المرحله الاخيره تاع طوب شاف هذوك اللي يقعدوا هكا ولا لي جيري يقعدوا يذوقوا بشويه طعم الصلصه كان كثير نيئ والبهارات زيد لهم يعني الامهات ماشي طيبوا فقط انما هذوك تشوفوا فيهم كاع يزيدوا يخسلوه حنا الحمد لله عندنا هذه تحط هنا كاع صوالحك كاع المواعين تاعك غدوه يجوا يغسلوهم تلقاهم مستفين الحمد لله هذه هي الحاجه الشابه بزاف اللي عجبتنا هنا في هذه الدار خاصه في رمضان واش رايك في الحريره قول ما شاء الله كول ما عندي غير الاراء امين 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 بنان دواق امين وش عنده اول مره ندير حاجه هكا حريره والله بس والله اني نشم فيها واحد الريحه راهي تطلق تحس كنش فيه ولا مش عارف شكل اكثر والله شايف بزباز زعما كملوها كاع غير حق امين ما ياكلش درا وكالعاده بعد الفطور امين يحضر لنا لاتاي وردي وعنا رياض راهم يصوروا في لاسين تاع لاتاي غادي تشوفوا فلوق عند امين كيفاش تحضر لاتاي الناس راهي تبدع هنا المخرج كيف يقولوا المخرج بالفرنسي البروديكتور اكسيون اكسيون شو شو وين هي الكاميرا مسيو وين ستك اه حق بابا هذه كوبي فقلنا نجربوا فاكهة الدوريان هذه الفاكهة التي تثير الجدل دائما برائحتها الكريهة لدرجة أنك لا يمكن أن تأخذها إلى المطار بسبب هذه الرائحة حلو الدوريان وهي متوفرة أكثر في ماليزيا وأندونيسيا وغالبا ما يتم تلقيب هذه الفاكهة بملكة الفواكه C'est bon, c'est facile. Foot, blé, foot. C'est bon, moi j'ai passé mon tour là, c'est bon là, frère. شوف الدوريان يا يعجبك يا ما يعجبكش ما كانش شوا واحدة اخرى عبا
معقول كمل كمل صار هذا قاعد جراني انا قاعد جراني انت ما حضرت لها فسكت كمل لا بلحتها دخل دخل اي فرير تو اي مون جونتيي تو اي مونج با كمل كمل اون ا توس فيني كمل ها جواد صحتو يا جواد عليه تي رفيق يا جواد ما كملش كبير عليا هذيك هي خمم لي حلوه كيف تلع والله لا ريحه انا كون ما كاينش ريحه كون غم ما نشمش لا كلها ها غم غم ما نشمش غم غم بسم الله شوف ouvre la bouche pour nous montrer que t'as fini. Ah tu vois? Ah ouais, bien joué. Wallah, qui met chimch? Il est temps. Je suis allé voir des sous, j'étais à 4, 5, 6, 7, 7. Comme on est là. Laissez-y, on est là. وفي اخر اليوم اسمحوا لي في اخر اليوم عندنا دائما نتلاقوا هنايا ونديروا الرياضه لكن ديفو يهربوني ما يبغوش يديروا فراح نروح نعيط لهم من الدار من بيتهم ونجيبهم هنايا ونديروا الرياضه مع بعض نتمنى ثاني نتوما ثاني تكونوا ولو اربع دقائق راح نديروا اربع دقائق فقط وانتوما عاودوهم على قد ما تنجموا 10 دقائق 12 دقيقه 20 دقيقه المهم حركوا الجسم تاعكم حتى ولو انا نوجه رساله للامهات للاباء اللي ما يجموش يديروا سبور ولا حتى لو دير سكوات غير في المكان تاعك هكا 10 سكوات 20 سكوات المهم حرك جسمك تحرك اشرب حاجه بارده فيلا هيا تريني دوك نعيط لهذاك الاخر ما ترينيش؟ تريني طيب ما شاء الله ما شاء الله عليه واه واجدين هاي جماعة تاني بغيت نقدم لكم بغيت نقدم روحي نصيحة ونقولها لكم أنا طفي الكاميرا ونستفادوا منها مع بعض فشوف هذا رمضان دخل يعني بنكهه خاصه ماشي كيما ولفناها والانسان بطبيعته يحب حاجه دائما تبوسيه باش يدير ديك الحاجه ومن اهم هذوك الحاجات هو المساجد فالمساجد تغلقت انا نشوف انه لما المساجد تغلقت وحنا في الدار راح يجيك هذاك الملل بالطبع راح يجي لانه تؤدي التراويح تكون في المسجد تتحفز اكثر باش تقرا قراءه القران فراح رانا نواجه تحدي لنفوسنا اولا فاي واحد هذا الرساله موجهه للناس اللي كانت تاني دايره في بالها انه لما يدخل رمضان راح تكون مجتهده وكاع اجتهدت يومين ثلاث ايام بعدها عاودت ولات الطبيعه تاعها ورساله ايضا للناس اللي رغم انه الوقت راه كاين بزاف ورانا قاعدين في البيوت الا انه مش قادر تحس باللي حيه راهي تجبدك فنقول لكم رمضان مازال ما كمل راه عاد في البدايه تاعه نجمو نرجعوا اليوم بعد غد المهم ما تقطعوش الياس حتى اليوم الاخير وحتى بعد ما يكمل رمضان دائما ديروا في بالكم انه دائما خلوا هذاك الروح تعني ممكن نولي ممكن نجتهد فيلا انا ما نجيبش نقول لكم شو ديروا وش ما ديروش وكاع فاجتهدوا فقط شكرا على وقتك اللي عطيته لي في مشاهده هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي صفحه الفيسبوك والانستغرام سلام